شحيت ومحيت في بداية عرضه ما كنت حابه، لكن بعدين الناس اللي الجيل اللي تربى عليه يمدحونه اللي كانوا أطفال وقتها يبون جزء ثاني الحين منه يعني. مجهزين لك يا عاد ونبي نسولف عنه يعني. هذا اللي قاعد نشوف المقاطع من شحيت ومحيت. ترى صدق يمكن ما ادري اي جيل احنا نتكلم، بس احنا جيلنا كان 95 يعني، احنا جيلنا كان نحبه وما زلنا اصلا حتى هذا المسمى شحيت ومحيت ترى ما زال متداول حق اي اثنين يكونون مع بعض. هذا شحيت ومحيت، هذا له قصه يعني. هذا هذا لما داود حسين مع علي جمعة يوني قالوا يبون عمل يكون فيه الثنائي وداود وعلي جمعة يكتب لهم، ففكرت بالاسماء ما لقيت، ففتحت كتاب الامثال الله يرحمه الشيخ عبد الله النوري، فدورت لقيت مثل شحيت ومحيت والقاعد ورا البيت، فاخترته وقلت حق الكاتب مساعد بخير ساهر كاتب المقدمه، قلت له ابي اغنيه المقدمه تبدا فيها بالمثل تقول شحيت ومحيت والقاعد ورا البيت بعدين حط اللي تبيه، وفعلا سواها بنفس الطريقه وركز الاغنيه ركزت مع الناس ولحد الان يمكن حافظينها. متى راح نشوف الجزء الثاني؟ والله الجزء الثاني كتبت من هو راح يعني انا راح اسوي 10 حلقات. حلو الحين ترى يعني دارج الحين موضوع الحلقات البسيطه. كتبت ثلاث حلقات منها سميتها عوده شحيت ومحيت. حلو. ثلاث حلقات ووقفت الحين لان عندي اعمال ثانيه جتني وفي ارتباطات اخرى. يعني هذا العمل مو مرتبط مع احد يعني ما اتفقت مع منتج لذلك على راحتي قاعد اكتب فيه. انما جتني اعمال اخرى في لها يعني ديد تايم وديد لاين فلازم اكون. صحيح. راح يكون لي نفس النجوم بناصر؟ اي طبعا انا قلتها مره قلت لي اذا شحيت ومحيت راح يرجع لازم داود وعلي جمعه الاثنين يعني هم شحيت ومحيت من يبغيهم يعني. صدق ولهنا عليهم اصلا. وعلى فكره البيت مالهم القديم موجود لحد الان. حلو. هو مقر المسرح الكويتي هو موجود ما تغير.